بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه بأدلته منه، وما زلنا في مكروهات الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة وأثناء أهل. قال: وكره دعاء قبل القراءة للفاتحة والسورة وأثناءها أي القراءة. المالكية المشهور عندهم أيضا أنه ليس هناك دعاء استفتاح، هذا هو المشهور عندهم، لكن طبعا أصحاب الإمام مالك المدنيون كأصبر وابن المجون ومطرف، مطرف وابن المجون يعني رواه عن الإمام مالك أنه كان يقول بدعاء الاستفتاح، وأنه رواه في الموطأ، أنه رواه في الموطأ، فقالوا يعني أنهم كانوا يقولون به، يفتون الناس بدعاء الاستفتاح، لأنه ورد طبعا في البخاري ومسلم وموطأ، فبرضه الإتيان به أولى، هو سنة عند الجميع، سنة عند الجميع. لكن استدلال المالكية على عدم يعني قراءة دعاء الاستفتاح حديث السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، قراءة الفاتحة، ده كلام السيدة عائشة اللي استدل به الإمام مالك يعني حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث المسيء في صلاته برضه استدلوا به على ترك دعاء الاستفتاح، لأنه أمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم قال: ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ولم يقل له: ثم ادعو الله واثني عليه بما هو أهل، لا، لم يقل ذلك. لكن طبعا الأحاديث كثيرة التي استدل بها الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، حديث البخاري، حديث سيدنا أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، يسكت يعني يقرأ سرا، فقلت: أسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه يا رسول الله؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده إيه؟ ده دعاء. وفي دعاء ثاني كان صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان عبد الله بن عمر إذا استفتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا،
وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدركتهن منذ أن سمعتهن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لهن، أي هذه الكلمات فتحت لهن أبواب السماوات. لله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولذلك كل إمام من الأئمة أخذ إيه يعني دعاء من هذه الأدعية، وقال ولذلك يعني الذي يقرأ في كتب المالكية ننصح دائما ألا يقرأ المذهب من كتاب واحد، وإنما يقرأ من كتب كثيرة. ليه؟ لأن المذهب مبسوط في كتب كثيرة. أما الذي لم يقله الشيخ الدكتور الوعظ قاله غيره، يعني تجد مسائل في حاشية الصفت الصغيرة لا توجد في الشرح الكبير ولا الصغير، مسائل في متن العشموية لا توجد في أكبر الكتب، وهكذا العلم يكمل بعضه بعضا. فمن الخطأ أن يقرأ الإنسان المذهب من كتاب واحد. ودي نصيحة طبعا لإخواننا المالكيين أن يقرأوا المذهب في من شرحه بأدلته، لأن الشرح بالأدلة كالسادة الغمارية مثلا مالكيين، بس شرح المذهب بالسنة، فما ورد في السنة يعني رجحوه، خاصة حينما تكون الأدلة أقوى من بعضها. يعني أحيانا في أدلة سندها ضعيف وأدلة سندها قوي، يبقى اتباع القول صاحب الدليل القوي الراجح، هذا هو الايه؟ هذا هو المطلوب. وده طبعا قاعدة عند الإمام مالك رضي الله عنه، وكان دايما يقول العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة ماضية يعني جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري. يبقى إذن ما ورد في السنة يقال به، لأن حتى العلماء لما يشرحوا كلام المالكيين يقولون ولعل الإمام مالكا رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه لقال به، ولو بلغه لقال به، خاصة أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول دائما ما من أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكل الأئمة قالوا هذا الكلام، اللي يقول مثلا الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام الشافعي كذلك زنوا كلامي بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذوا به وإلا فاضربوا بكلامي عرض الحائط. الإمام أحمد كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي كشيخ الإمام الشافعي، والعمل بالحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال، هكذا كان. وكذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى، لأن كل واحد منهم له مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الأربعة له مسند، فأصول في مسنده. فهنا الغالب على سيد أحمد الدردري رضي الله عنه أنه يأخذ برواية المصريين عن الإمام مالك، أشهب وأصبغ وابن القاسم. وهناك المدنيون أصحاب الإمام مالك المدنيون، فدائما يأخذون
بما ورد في موطأ الإمام مالك. لذلك عبد البر القرطبي دائما يرجح أقوال أصحاب الإمام مالك المدنيين. وكره الدعاء في أثناء الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة أو قراءة السورة. بعض الناس مثلا قبل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما الإمام يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، هذا غير وارد. بعض الناس عند إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله، أنت شيء طبيعي، أنت بتقول لي إياك نعبد وإياك نستعين. طب تقول لي إياك تقول استعنت بالله، انت بتكرر كلام الامام ولا؟ لان ده طبعا غير وارد في السنه، هذا غير وارد تماما. فما حدش يقول استعنت بالله اثناء قراءه الفاتحه او قبل ختم الفاتحه، ما يقولش اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. نعم؟ واحد عشان ايوه، لكن احداث، يعني احداث في الصلاه ما ليس منها. الصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك. لكن الدعاء اثناء قراءه السوره ده من سنته صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا حذيفه وسيدنا عبد الله بن مسعود لما وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان يقرأ البقرة والعمران والنساء والمائدة، فإذا مر بآية فيها الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها مثلا ذكر الرحمة أو ذكر الفضل سأل الله الفضل سأل الله الرحمة. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. لكن أثناء قراءة الفاتحة لم يؤثر أنه دعا صلى الله عليه وسلم. لذلك يكره الدعاء في أثناء قراءة الفاتحة. وكره الدعاء في الركوع وقبل التشهد. الدعاء في الركوع عندنا في المالكية يكره الدعاء. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، حديث في صحيح مسلم والبخاري. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما سوى. فالدعاء في الركوع مكروه. وقبل التشهد الأول وغيره، يعني قبل التشهد ما فيش دعاء. أول ما ترفع من السجدة الثانية تقول التحيات الثلاث الزكاة. وبعد غير التشهد الأخير، يعني التشهد الأوسط يكره الدعاء بعده، يعني لغاية أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقوم للثالث، يقوم للثالث. أما بعد الأخير فمندوب كما تقدم في مندوبات السلام، يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو قبل السلام. قلنا الاستعاذة بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة الأحياء ومن فتنة الممات، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. استعاذ بالله من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أو يدعو إلى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يعني الدعاء لغاية سلام الإمام، يعني سلام يسكتش مهما طول الإمام أنت تستمر في الدعاء. لأنه في حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ثم يقول فإذا فرغ أحدكم فليتخير من المسألة ما شاء، أو فليختر من الدعاء أحبه إليه.
يدعو يعني بأي دعاء لغاية سلام الإمام. لكن بعد سلام الإمام مكروه. يعني بعض الناس مثلا الإمام يقول السلام عليكم السلام عليكم وهو يستمر في الدعاء، هذا مكروه. ليه؟ لأنه يخالف الإمام، زي اللي يطول في الركوع في الرفع بعد الإمام أو يفضل ساجد بعد الإمام، كل ده مكروه. واللي يتأخر في السلام بعد الإمام مكروه. ليه؟ لأنه مخالف لفعل الإمام. حديث البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ولذلك إيه؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا إلى آخره. حتى قال وإذا قال رطلين فقولوا آمين. فالذي يتأخر عن الإمام مكروه لأنه يخالف الإمام، مختلف عنه. والذي يسبقه طبعا ده حرام، سبق الإمام حرام. والمساواة مكروه، يبقى المساواة والتأخير عنه مكروه، لكن السبق حرام. وكره الجهر به أي بالدعاء المطلوب في الصلاة في سجود أو غيره. يعني دائما يستحب الإسرار بالدعاء، يعني بحركة اللسان أو يسمع إيه؟ نفسه. وطبيعي ما حدش بيجهر في الدعاء، لكن إن جهر به فهذا إيه؟ مكروه، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وكره الجهر بالتشهد مطلقا. في بعض الناس تحية الطيبات بسامع، انت يمكن احيانا تبقى بعض يعني اثنين من المصلين او ثلاثه وانت سامع الايه، زي ما برضو تسمع الفاتحه والصوره برضو من بعض الايه المصلين، هذا يعتبر جهر بالسر. لان السر اما بحركه اللسان ده اقل السر، واما ان يسمع ايه نفسه. لكن يسمع ثلاثه اربعه من ناحيه ثلاثه من ناحيه ساعات يسمع سمع اللي وراه يبقى ده جهر، فده مكروه. لان خروج عن صفه الصلاه، الصلاه دي سريه ولا جهريه؟ سريه. يبقى السريه بمعنى ما يسمعش حد، يسمع نفسه او يقرا بحركه اللسان. وكره السجود على ملبوسه اي المسمى، اي على شيء من ملبوسه ككمه او رذائه، او السجود على كول عمامته الكائن على جبهته. طبعا السجود على الارض هو الاصل، تواضعا لله تبارك وتعالى. حديث سيدنا حذيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله عز وجل من أن يراه ساجدا يعفر وجهه بالتراب. دي أحب الإيه؟ الحالات عند الله. ليه؟ لأنه يضع أشرف شيء فيه وهي الجبهة، أعلى شيء على أسفل شيء وهي الأرض التي توطأ بالأقدام. لمين؟
تواضعا لله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لذلك اقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد لنهايه التواضع، لان العباده معناها كده غايه التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الالوهيه، لتعريف العباده. فبتتحقق اكثر فين؟ في السجود. ولذلك المشركون كانوا يستنكفون عن السجود لله تعالى سبحان الله، ذلك بانهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يعني ساعة ما كان الرسول يقرا وتيجي سجدة من القران ويسجد النبي صلى الله عليه الصحابه، فكان المشركون الواحد منهم يقول لا والله لا تعدو استيراسي، يعني يستنكف ان يحط وجهه في الارض، والعجيزه يعني في الاعلى من الراس، واحيانا ياخذ ترابا ويضعه على جبهته يكفيني هذا، ياخذ تراب ويحطه استكبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لكن هنا الإنسان لما يصلي على الأرض ده يعتبر أفضل، يعني أفضل السجود يكون على الأرض. لكن ما يجيش مثلا بيصلي في مكان صحراء أو غيط أو بعدين بدل ما يسجد على الأرض فارش كم ويسجد على كم. احيانا يطلع منديل ويحفرش ويسجد عليه على المنديل، مش عايز يضع جبهته على الارض. لا، هذا طبعا يعني فيه شيء من قله الخشوع ومن قله التواضع لله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، كما في البخاري حديث ليله القدر رأيتني أسجد في ماء وطين. يعني في الليلة دي كانت ليلة القدر. الصحابي يعني سيدنا أبي يقول حتى رأيت أثر الطين في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أكثر من هذا؟ يعني النبي صلى كان يسجد في الطين، وأنت مش عايز تحط رأسك على الأرض اليابسة؟ يعني هذا إيه؟ هذا كبر. ومنافي للخشوع، منافي للخشوع. ولذلك المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمين الشريفين وغيرهما كانت مفروشة بالحصباء، بالرمل والحصى، الرمل والحصى. ولذلك في الحديث الجمعة من مس الحصى فقد لغى، يعني يقول يساوي فيه كده. فكان يسجدون على ذلك. الشيخ الصفتي المالكي قال فرش المساجد بالحصير من البدع، لأنها لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السجود على الأرض، لكن طبعا الآن عمت يعني هذه البدعة وصارت شيئا متعارفا عليه. فالمساجد الآن مفروشة بالمكت وما مبلط بالبلاط وبالرخام، وبأعلى السجاد كمان. لكن دي السجود على الملبوس نفسه، والسجود على كور العمامة. طبعا العمامة الآن يعني قلت وكانت تنقرض تماما، لكن زمان كانت موجودة. الشيخ هنا بيقول ولا إعادة عليه إن كان خفيفا كالطاقتين، يعني لما يكون زي الشال الأبيض مطبق مرتين، بحيث لما يسجد على أرض مثلا بلاط يشعر بالحرارة أو البرودة، يبقى ده إيه؟ خفيف، يعني ما يعتبرش عازل الجبهة عن الأرض. لكن واحد عاد زي عمل الصعايدة الكبار مثلا تلقى لفيفها إيه؟
يعني خمس ست مرات كور الإمام. فمثلا يجي يسجد كأنه ساجد على مخدك. ها؟ فده طبعا صلاته باطل. ليه؟ لأن السجود على الجبهة من أركان الإيه؟ الصلاة. لكن العازل الكبير ده يعتبر زي شلال الصوف اللي هو بيجيبها لغاية الحاجبين. خلي بالك، لكن لو فيه أيسر جزء من الجبهة مكشوف مقدار قيراط أو قيراطين يكفي. يعني لو سجد على أيسر جزء من الجبهة صلاته صحيحة. لكن لو الجبهة كلها مغطية عبء أربع خمس طبقات يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. لكن طاقة أو تحتين مثلا زي الطواقي القماش أحيانا تصل إلى إيه؟ إلى الحاجب. فلو سجد على الطواقي القماش اللي هي طبقتين دي الصلاة صحيحة. قال فإن لم يكن كول العمامة على الجبهة ومنع الجبهة من وضعها على الأرض لم يكن ساجدا. زي اللي هو إيه يلف الشال الصوف الكبير ده يجي يسجد فتلاقي وجهه مرفوع، لأن هو السجود على الطاقات الكثيرة دي فشد وشه عن الإيه؟ عن الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قلت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعضاء. فالجبهة طبعا هي الواجبة، والسجود على اليدين والركبتين والرجلين ده إيه؟ سنة. لكن الأنف يعني الراجح أنه مندوب وقيل واجب. أو السجود على ثوب غير ملبوس له، اللي هو بيفرش الثوب ويصلي عليه يعني. او على بساط يعني فرش، او منديل، او على حصير ناعم، كل ده من المكروهات. كل ذلك مكروه لانه ينافي الخشوع. لكن اما الحصير الخشن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس رضي الله عنه كان يزور السيدة أم سلمة اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال كان يزورنا فتدركه الصلاة أحيانا. قال فيصلي على بساط لنا وهو حصير كنا ننضحه بالماء. حصير خشن وناشف فعشان يطرى فكانوا ينضحوه بالماء حتى لا يؤذي يعني جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ قال أو على حصير ناعم لا خشن. الخشن لا كراهة في الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على الحصير الخشن. لكن الآن يعني لو الناس طبعا فرشت المساجد بالحصير الخشن او بالحصباء كله يخاف على الجلميه المرويه ويخاف على الوجه ويخاف على ايه يعني ترف وتنعم زاد عن الحد يعني. وكره القراءة وكرهت القراءة بركوع أو سجود وتخصيص دعاء واحتفال بلا حاجة. من ضمن المكروهات كره القراءة بركوع أو سجود. الحديث طبعا سيدنا عبد الله بن عباس كما في الصحيحين: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فاعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقابل أن يستجاب.
إلا إذا قصد بالقراءة الدعاء، يعني اختار دعوة من القرآن كما قال الشيخ، إلا أن يقصد في السجود بها الدعاء، كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا يكره لأنه لم يقصد القراءة وإنما قصد الدعاء. والشيخ قال في الدرس الماضي في المندوبات، قال وأفضل الدعاء ما ورد في القرآن ثم في السنة ثم ما فتح به على العبد. فلو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو في السجود، لا يقصد القرآن ولا يقصد القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يقرأ راكعا أو ساجدا. اللي بالك بعض العلماء كالظاهرية والحنابلة قالوا بحرمة القراءة في الركوع أو السجود، حرمة قراءة القرآن، والحرمة معناها الاسم، يعني يأثم لو قرأ في الركوع أو السجود. وخلاص ما دام كده صار نهي، يعني نهانا الله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهي، يبقى من الذي نهى؟ الله سبحانه وتعالى، مفيش حد أعلى منه ينهى إلا الله سبحانه وتعالى. لكن باقي العلماء قالوا يكره قراءة القرآن في الركوع أو السجود. وكره تخصيص دعاء دائما لا يدعو لغيره، فالوجه يعني الأفضل أن يدعو تارة بالمغفرة، وتارة بسعة الرزق، وتارة بصلاح النفس أو الولد أو الزوجة، وتارة يدعو بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة، والله ذو الفضل العظيم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل الله فإن الله يحب أن يسأل، سلوا الله حوائجكم حتى الملح، ليسأل أحدكم حتى شسع نعله، يعني لو انقطع يسأل الله تعالى أن يرزقه إياه. فيعني ما فيش أقل من كده، ما فيش أقل من رباط النعل ومن الملح، سلوا الله حوائجكم حتى الملح. في بعض الناس يخصص دعاء لا يدعو غيره، قال هذا مكروه لأن فضل الله واسع. يبقى دائما الإنسان ينوع في الدعاء لأنه لا يعلم متى يكون القبول، لا يعلم متى يكون القبول. واحنا عندنا في المالكية طبعا يجوز الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة، يعني في السجود مثلا أو قبل السلام، ولو يعني ذكر اسما مثلا، يعني واحد يقول اللهم زوجني من فلان أو اللهم انتقم من فلان، عندنا في المالكية بالذات يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة وفي القنوت ويذكر أسماء يدعو عليها. فالمالكية بالذات، المالكية فقط الذين قالوا بجواز الدعاء بأي أمر دنيوي وبذكر الأسماء فقط، باقي العلماء الجمهور قالوا لا يجوز، عشان تبقى عارف الحكم، قالوا لا يجوز لأنه من كلام الدنيا. لكن خلاص حجة المالكية هنا ايه؟ أقوى من حجة الجمهور. وكره التفات في الصلاة بلا حاجة مهمة. طبعا حديث السيدة عائشة مشهور في البخاري. السيدة عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة،
قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني ايه؟ سركة بيختلس بالصلاة، كل شوية ياخد منها حتة. وفي الحديث اللي هو أصحاب السنن يعني اللي هو أصحاب يقول ايه؟ إن العبد لينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها تسعها سمنها سمرها سدسها، يعني على حسب ايه؟ على حسب حضور القلب. فدايما المتلفت طبعا بيتلفت ومخه مع ما التفت اليه. يعني احيانا واحد بس يصلي اخر المسجد وكل واحد يخش ينظر انت اشاجي ولا بتصلي؟ مالك ومال الداخل يعني؟ يعني مثلا هتاخد غياب وحضور؟ معاك دفتر مثلا؟ هتاخد غياب وحضور؟ فلان جاء وفلان ما جاش؟ عجيبة يعني. يعني هو واقف يصلي ويتعمد انه يصلي اخر المسجد، يعني بدل ما يتقدم مثلا في مقدمة المسجد أو يجعل الأسطوانة العمود أمامه أو الحائط أو أي شيء أو جنب الحائط مثلا، لا ده يصلي هناك علشان يراقب الداخل والخارج. سواء الالتفات بالرقبة يمين أو شمال، يعني في ناس تلتفت كده وفي ناس تلتفت بالعيون بس، يعني ينظر إلى إيه الداخل والخارج بإيه؟ باللمح، لمح البصر. لكن لا، لأن هذا مكروه لأنه ينقص من إيه؟ من ثواب الصلاة. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فبينقص الخشوع، ينقص الخشوع. بلا حاجة مهمة. لكن لو واحد مثلا حارس مال وهو يصلي في الخلا مثلا، فده يجوز له الالتفات للضرورة لأنه خايف مثلا من اللص. ولذلك الأفضل لي إنه ما يخليش المال وراءه حتى لا يشغل به، يبقى يصلي عن يمين المال أو شمال المال أو يجعل المال أمامه. زي برضه الإنسان وهو بيكون في مكان غريب ومعاه الحذاء ومعاه الشنطة، يضع هذه الأشياء أمامه حتى إيه؟ لا يشغل قلبه بها. لما تبقى أمامه خلاص، لكن كده برضه هيلتفت، ممكن كل شوية بمؤخرة العين يبص عليها. طب وليه؟ لا، أنت اجعلها أمامك علشان يعني تستريح وتخشع. أهم حاجة الصلاة الخشوع. ولذلك قال وكره التفاتا في الصلاة بلا حاجة مهمة. أو واحد معاه صغير وخايف عليه مثلا من النار، خايف عليه من الوقوع في بئر، من الوقوع في حفرة، من الوقوع مثلا من أعلى، يبقى هنا يجوز الالتفات للضرورة. الالتفات للضرورة لا شيء فيه، لكن من غير حاجة مهمة مكروه. وكره تشبيك أصابعه وفرقعتها، ليه؟ لمنافاتها الخشوع والادب. طبعا فرقعه الاصابع دي يعني ليست من ايه؟ من المروءه، خاصه في الصلاه بالذات. ونهى عنها صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، لأن منتظر الصلاة في صلاة، فلا يقل هكذا، يعني ما عملش كده وهو قاعد يصلي في المسجد منتظر الصلاة، قاعد منتظر الصلاة هو في صلاة، فلا إيه؟ يعني يجعل هكذا، قال فلا يقل، يعني فلا يفعل هكذا بين أصابعه، يعني فلا يفعل هكذا. ليه؟ لأن منتظر الصلاة في صلاة، يبقى من باب أولى إذا دخل في الصلاة يقرأ
أن يشكك بين أصابعه لمنافاة ذلك الخشوع والأدب. ولذلك يعني العلماء قالوا تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه وفي المسجد خلاف الأولى، خلاف الأولى. والفرقعة كذلك برضو تنافي الخشوع. قال كان ابن عمر يقول كما رواه أبو داود في من شبك صلاته أو فرقعها في الصلاة قال تلك صلاة اليهود، تلك صلاة اليهود، هم اللي يشبكوا ايديهم في الصلاة ويفرقعون الايه الأصابع. طبعا لو زادت الفرقعة أبطلت الصلاة، لو زادت ليه؟ لأنه احنا عندنا الضابط كما سيأتي في المبطلات أن من نظر إليه قال لا يسلم، من نظر إليه قال لا يسلم. لما يلاقي واحد أنا بيعمل كذا ويفلت أصابعه ويعمل تاني كذا ويفرقع كذا مثلا، أو هو مثلا قابض يقعد إيه يفرقع في الأصابع، يبقى ده أقول أنا إيه إنه لا يسلم. لو اتعملت مرة مكروه، لكن مرات يبقى متلاعب، أبطلت الإيه؟ أبطلت الصلاة. وفي حديث هو بيقول إيه؟ عن شعبة أن ابن عباس قال صليت، شعبة بيقول صليت مع ابن عباس ففقعت أصابعي، قال ما هذه الصلاة لا أم لك، يعني دي بيعتبروها شتيمة يعني عند العرب، ما هذه الصلاة لا أم لك. هكذا قال أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ ها؟ إزاي يعني؟ لا يجتمعان، تفرقع أصابعك وأنت بتصلي، يسمى فرقعة الأصابع أو فقع الأصابع، إحداث الصوت يعني. يعني فهذا ليس من إيه؟ ليس من المروءة ولا من الخشوع. ونقف عند البقعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، يرزقنا علما وعملا، ان يجعلنا واياكم من الذين استمعوا القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله يقع بصره على شيء، يعني لو في حاجه قدامه مشغله يبقى التنبيه افضل.